طيب خلونا نستعمل اتصال تليفون ونقول الو. ايوه مساء الخير. مساء النور. اتعرفي؟ مش لازم الاسم. كم سنه؟ 20. مرتبطه؟ حاليا ارتباط عاطفي ولا خطوبه ولا جو مخطوبه؟ طيب هي مشكله في مش الخطوبه دي، يعني مشكله في ايه؟ انا طيب. كان مكتوب كتابي قبل كده. طيب جميل. وكنت بحبه جدا جدا، اللي هو يعني بحب اللي هو الحب اللي بعد ربنا على طول اصلا، اللي يعني كان بالنسبه لي كل حياتي. وقعدنا تقريبا سنه مخطوبين، يعني مكتوب كده لنا، وحصلت علاقه بينا كده. اللي هو ما كنت شايله اهم حاجه، لان ده كان هيبقى جوزي وكده، يعني اصلا يعتبر احنا متجوزين، انا مكتوب كده لنا. يعني حصلت مشكلة كده، كان في واحد عايز يخطبني قبله، فبعت لي رسالة ومش عارف ايه، فانا مسحتها، يعني اللي مش عايزة ازعله بحاجة زي دي. ف انت بتتكلمي كل ده على جوزك الاولاني؟ ايوه. اللي هو كنت كان مكتوب كتابك عليه؟ ايوه. قبل ما انا اتكتب كتابي كان في واحد عايز يخطبني، انا ما كنتش عايزاه، فهو بيحبني، فبعت لي رسالة، فهو اللي هو انا مسحتها. فبعت رسالة تانية، أنا كنت ساعتها مع اللي هو اللي كان مكتوب كتابي عليه ده، فشاف الرسالة، هو فكر حاجة تانية. بس أنا حاولت أفهمه حاجة زي دي، هو ما فهمش وقفش ومشي. ومشي ومد إيده عليا في الشارع وزعق وقعد يشتم ويضرب وأنا حاولت إن أنا أعمل حاجات في نفسي كتير بس وخلاص. طبعا اهلي ما يعرفوش حاجه زي دي، اهلي يعرفوا اللي هو الصوره اللي هو وصلها لهم ان انا وحشه وان انا بكلم حد وكده. بس وانفصلنا ورحنا المقيوم وكل حاجه انتهت، وبعدها بفتره رجع يكلمني ان هو مش قادر يعيش من غيري وكلام من ده، ويرجع يتحول تاني اللي هو لا مش عايزك مش عارف ايه بعد عني. وانا طبعا زي مجنونه عادي، وقت ما يرجع لي برجع، وقت ما عايز يبعد ببعد. طيب لحد ما انفصلتوا تماما واتخطبتي؟ ايه ما انفصلتش تماما بالظبط، يعني فتره الانفصال تماما دي كانت شهر تقريبا. اللي هو انا اتقدم لي ناس كتير وانا ما كنتش موافقه عشان حاجه زي ديت. ما ينفعش ان انا، ما ينفعش اصلا ان انا اتجوز حد غيره يعني. بس حصلت مشاكل كده، في واحد صاحب اخويا اتقدم لي وانفصلت عنه فتره طويله، اللي هو جيت على نفسي شويه وبعدت عنه. ف اتقدم لي واحد صاحب اخويا ووافقت عليه وكده، كان في الاول كويس معايا ومش عارف ايه، بس انا ساعات بحس ان انا ما استاهلش ان حد يحبني. او علشان عملتي علاقه قبل كده؟ ايوه. طب ما هو ده كان جوزك على سنه الله ورسوله، هو طبعا المفروض في شرع، بصي الشرع حاجه والعرف حاجه. ايوه العرف، انت الشرع جوزك مش مكتوب أيوة. كتابك، انما العرف بيقول ان احنا ما بنخشش وما بنعملش الدخله الا بقى في الاشهار وقدام الدنيا وخلاص والعروسه دخلت. بالظبط كده. هو ما كانش فيه امانش، كان مكتوب مجرد مكتوب كده، اللي هو ما كانش فيه فرح والكلام ده. ايوه ده الخطوبه. ما هي دي اللي ده اللي بيقع فيه كل الناس، تقول لك انا لا ما هو اصله جوزي على سنه الله ورسوله. يا ستي جوزك، بس العرف في بلدنا بيقول ان ابوكي وامك يفرحوا بيكي بدخله. ان في ناس كتيره جدا بتفضل انها يبقى مكتوب كتاب البنت علشان ما يبقاش الراجل خارج داخل بدبلتين. انما طيب دلوقتي الراجل ده لسه بيرجع لك تاني وبيكلمك تاني؟ هو انا بعد ما اتخطبت يعني، ما وطبعا خطيبي ما يعرفش حاجه عن الموضوع ده. بعد ما اتخطبت له كده اللي هو حاسس حاجه، اللي هو بيتكلم معايا انا عادي، اللي هو بتكلم معاه عادي جدا، حد مش مهم في حياتي، او ساعات بيصعب عليا اللي هو يعني إيه، انا مش مستاهلش ان هو مثلا يحبني الحب دوت او كده. انت حاسه ان هو حاسس بحاجه؟ وساكت؟ هو بيقعد يلمح بالكلام إيه على حد قريبه مثلا. طيب تعالي اقول لك حاجه، انت حاسه انك انت بتقولي دلوقتي حاسه ان انا ما استاهلش. طب ما تيجي نحس ان احنا نستاهل ازاي بقى؟ ان انا ابعد عن الانسان ده خالص، الاولاني خالص، وانك تصارحي الانسان ده بكل حاجه وتبقي صريحه معاه
عشان ما تكذبيش عليه وهو يبقى ليه الحق. هو مش هو انا ما ينفعش افرح بحاجه زي دي لان هو ممكن يعمل مشكله. هو ممكن ان هو بيتكلم معايا وحاسس بحاجه وان هو مش هيعمل حاجه وان ده حصل قبل كده. بس هو مش كده يعني, هو ممكن يعمل مشكله. هو مش هيفهمها كده, هو خلاص بقى كل طيب. وهتتجوزيه ازاي بقى ولما في الدخله يكتشف انك مش انسه؟ ما هي دي مشكله. يعني عشان كده انا بقول اهم حاجه ان احنا نصارح ويبقى من حقه ياخد القرار, يا يستمر يا يبعد. هو المشكله في اللي هو كان مكان مكتوب كتابي عليه ده رجع يكلمني تاني الفتره ديت, وقعد حصل له مشاكل كتيره في حياته ان انا اصلا اهله ظلموني جدا مع ان اهله عارفين حاجه زي دي. يا ستي هيكلمك عايز منك ايه؟ هل هيرجع تاني؟ هل عايز يخطبك تاني؟ هو اللي عايز يعمله حاجه زي كده, بس اهله مش هيعرفوا حاجه زي دي. ويبقى من ورا اهله. ده اسمه عك. ده اسمه عك. مفيش حاجه اسمها من ورا اهله. يا الموضوع يرجع رسمي وش يا ما يرجعش. وانا بقوله لك مش هيرجع رسمي وش. فبما انه مش هيرجع رسمي وش يبقى ما نضيعش عمرنا مع واحد مش قادر ياخد موقف في حياته. كفايه ان هو اخد موقف معاكي ما كانش المفروض ياخده. يعني انا النهارده متجوزك وعلى سنه الله ورسوله ومنتظر ان ربنا سبحانه وتعالى يعدي اليومين دول لحد ما يبقى فيه دخله. ما حبكتش ان انا افرضي حصل كده ومات, هيبقى اسمك ايه؟ ما هو برضو الناس تميز, صاحب العقل يميز. انما التصرفات اللي هو عملها دي مش مظبوطه بكل المقاييس. بصي كل يعني ناس كتير قالت لي كده بس هم ما يعرفوش الحاجه دي. يعني ناس كتير قالت لي ان هو مش كويس, وفي الاول خالص اصلا ناس كتير قالت لي بعدي عنه بلاش الشخص دوت. انا حبيته وكنت بدافع عنه في كل وقت. يعني عشان كده بقول لك يا بنت الناس انا من انصار انك تصرحي وانك توضحي له الامور. انا حصل كذا كذا والراجل ده كان جوزي على سنة الله ورسوله وهو اللي كلمني وقال لي علشان خاطري ويحصل كده وانا كده كده هتجوزك وما حصلش نصيب. عندك استعداد تكمل معايا؟ والله كويس. مش عايز تكمل معايا يا عم؟ انا قلت لك عشان ما بقاش خدعتك انا لا كدابة ولا هخدعك علشان ما تعيش طول عمرك شاكك فيا, ولا كنت هروح اعمل عملية واخبي عليك وتعدي الامور بالشكل ده. لا, لانك ممكن تعملي العمليه وتخبي عليه وكل حاجه وتعدي الامور وتتجوزيه, وبعد ما تتجوزيه يجي له الزبون ده اللي ما عندوش ضمير يقول له على فكره مراتك اللي انت متجوزها دي لما كنت متجوزها حصل بيني وبينها كذا وراحت عملت عمليه وضحكت عليك. يبقى كسبنا ايه بقى؟ يبقى كسبنا ايه؟ عشان كده بنقول اهم شيء الصراحه. كتير جدا ستات بتبقى صريحه حتى لو الراجل سامح في الموضوع ده وقال لا خلاص انا هكمل معاها حصل علاقه بس الست دي بتحبني, بيبقى مطمن لانها قالت له بصراحه من اول يوم ما لفتش ودارت عليه. هرجع اقولها للمره المليون مليون وي, ما تسلموش نفسكوا الا بشرع ربنا في الوقت الصح. ارجوكوا يا جماعه, من له اذنان للسمع فليسمع. اسمعوا اسمعوا عشان الدنيا عمرها ما كانت كده ولا عمرها هتبقى كده.